تشيكن بريست أنا غومان. وصفتنا اليوم مع شيف جاد على الساعة 11، ولهالوصفة بيلزمنا أول شيء صدر دجاج، بدنا كمان بصل، توم، فليفلة حمراء، فليفلة خضراء، فليفلة صفراء، بدنا شوية حبق، كزبرة خضراء، صلصة البندورة، زيتون أسود، صنوبر مقلى، جبنة الموتزاريلا، ملح وبهار أسود. أما لسلطة البطاطا على تروف، بوتيتو سلطة على تروف، داخلها بطاطا مشوية، بقدونس، بدنا برش التروف، زيت تروف، ملح، بهار أسود، وزيت زيتون، وأكيد رح ندوق من بعدها بفقرة التيستينج. أما هلأ رح ناخد بريك، من بعدها بتلاقوني مع أصحابنا من وودن بيكري تنحكي عن هالحملة، ومن بعدها بترجع بتلاقوني بتيبس و do it yourself كلهم بعد البريك. جانا مشاهدينا معكم، واليوم معي جاد. بونجور جاد، صافا؟ منيحة. بلشت تحضر ال بلشنا تحت الهواء. الروسات كثير مهضومة اليوم، كثير طيبة رح تكون. عم نطبخ دجاج على رومان. هاي اللي بيطبخوها بإيطاليا بروما بالتحديد. بلشنا بالصوص تبعها. هلا نحن عم نشتغل لأن وقتنا شوي ضيق، رح نحكي عنه. هون حطينا زيت زيتون، عم نقلي البصل والثوم. رجعنا أخذنا فليفلة حمراء، فليفلة خضراء، وفليفلة صفراء كمان. بدنا نقليهم مع بعضهم. هون الهدف من كل الروسات انه نعمل صوص فيها بصل، ثوم، فليفلة ثلاث الوان، شيري توميتو، صوص طماط بقلبها، زيتون وصنوبر. زيتون رح نطبخها كلها مع بعضها. اخر شيء رح نحط لها كزبره وحبق، رح نفرمهم، رح نكتر لها كزبره وحبق بقلبها. رح نرجع ناخذ الدجاج، صدر الدجاج عادي، حنقصه بالنص، ملح بهار، نقليه انجأ نص دقيقة على كل ميلة ونحطه بقلب الصوص. بكفي طبخه بالصوص. بكفي طبخه بقلب الصوص. حلو، مع شو بتتقدم هاي؟ فيها تكون مع رز، فيها تكون مع بيوريه، فيها تكون مع يعني بدها شيء مع باستا، بدها شيء نشا حدا. أنا شو عامل؟ رح أعمل سلاد بالبطاطا حدا مع ويل دو تروف، والتروف رح تبقى بقلبها. بيطلع كثير طيب معه. هون لكن عم نقلي، رح نخفف شوي النار. بهالوقت نحن عم نقليهم، رح قص الدجاج كمان. الدجاج ما بده تتبيله؟ لا ماشي، بس ملح وبهار ابدا، لانه رح ياخذ من طعمه الصوص كلها. الصوص فيها ثوم، فيها بصل، فيها كزبره، وفيها حبق. هون لكن رح نقلي الفليفله مثل ما قلنا تقريبا شيء دقيقه ونص دقيقتين. هون رح ناخذ خشبه بلاتو للدجاج، رح ناخذ الدجاج مثل ما هو نقصه بالنص. هاي اول شقفه، تشيل هاي هيك. هلا هون الصدر فينا نتركه مثل ما هو، بس انا عم قصهم هيك فنصغر شوي البورسيون ليستوي معنا بسرعه. طبخ اسرع. مثلا الدجاج رح ناخد ملح، هلا رح نرجع نحط بهار كمان على الميلتين. اوكي هون ملح حطينا، ما رح نكتر، ما رح نحط دائما كمية الملح كلها. هلا اخر شيء بس ندوق، لان رح ياخذوا من الملح اللي رح نحطه بالصوص. كمان نرجع بنزيد. هون لكن الدجاج حطينا له ملح وبهار، رح نبرمهم، نحط على ثاني ميل. هون كمان تقريبا الدجاج ما بده شيء غير، رح نطبخه بالمقلاية. هي بالسكينة رح نحطها هون. اوكي هون رح شو رح نعمل؟ رح نقوي شوي النار، نحط البندورة.
اذا بتلاحظي ما عم نقلي كثير لانه هلا رح يستووا كلهم مع الصوص. اوكي. سو مش ضروري هون بالتقليه. ايه هون عم نقلي بس هيك لنعطيهم طعمه القلي. صنوبر مقلي. نترك شوي لنحط على الوجه زيتون. كمان لانه فيها زيتون. حلو. بدنا ننتبه على نحن عم نحط ملح بال صح. اوكي. بقول لك رح نعطي بعد شي دقيقتين رح نحط صوص طماط نخفف لها نار ونتركها تغلي. حلو. اخر شيء هينه كثير والكومبينيشن تبعها طيب كثير مع الدجاج مع الخضره مع الحبق مع الكزبره. بهالوقت حط شويه زيت زيتون. فينا نبلش بالدجاج. الدجاج مثل ما قلنا بدنا نعطيه لون بالمقليه. بس ورح يكفوا استوى بقلب الصوص. هون كمان بقدونس هلا اخر شيء بنحط بقلبها. اوكي. ناخذ دغري اللي طلعتوها نحطها مثل ما هي هون. ورح ناخذ صحن تحت بس نقلي الدجاج نحطه دايركت بالصحن لان صوصهم بعد ما خلصوا. انا جبت فينا نعملها ببندوره مقشره دغري بس انا جبت صوص طماط خالصه طعمتها لانه بصير بدها وقت تغلي اكثر اذا بدنا نحط بندوره بدنا ناخذ الطعم اللي بدنا اياه. هون عاملين صوص طماط مزبوط طيبه والطعم المطلوبه بقلبها كلها. اوكي هون دقيقه بعد رح نحط صوص ونتركها تغلي. بهالوقت خلينا نبلش بالدجاج. الدجاج بده ياخذ لون على البيتين. ايه اوكي رح ياخذ لون وما رح يستوي. نحن فينا نستويه هون بس الهدف انه نستويه بقلب الصوص. الصوص ايه بياخذ طعمه. بياخذ الطعمه. شو رح نعمل كمان؟ هن بقلب الطنجره هلا. اخر دقيقه جايب معي انا موتزاريلا. بس قصصها سميكة. سلايسز يعني؟ سلايسز بس كثير انه سميك. اها رح نحط على كل شقفة صدر بقلب الطنجرة. اوكي. شقفة جبنة. بتضلها؟ وبنغطيها. اوكي. شي دقيقتين على البقر. هون؟ لا هون. هون بعد ما نحطها بالصوص. اوكي. هيك على الحرارة اللي تبع الدجاج وحرارة الصوص والبخار اللي عم يطلع بدوب الجبنة. شم ريحة الزيتون بجنن كثير. حبيت التشكيلة اللي هون حطيناها. شو رح نعمل؟ رح ننزل هيك. حطينا فليفلة حمراء صفراء خضراء مزبوط بصل ثوم بصل صنوبر صنوبر زيتون وتشيري توميتوز. لكن زدنا الصوص. شوي مكسيكن من هسا. لا لا هلا الفلايفله كمان بايطاليا بيستعملوها كثير بمطبخهم. اوكي لكن هذا الدجاج اخذ لون كما قلنا ما راح نسويه بالمقلايه. هون بنلاحظ انه الصوص سميكه. رح تضل سميكه. مفروض تكون سميكه. هون بس عم نحط بهار. مثل ما قلنا رح نحط نص كميه الملح. واخر شيء نرجع بندوق. شو رح اعمل؟ رح شيلهم زي شهلنا بالصوص رح شيلهم ديركت على الصوص. هن بعدهم نيين هلا
رح أفرم. رح أفرم الكزبرة والحبق وحطهم دغري كمان على وجه الدجاج. الجبنة امتى بدك تحطها؟ الجبنة بس تخلص طبخة، قبل ما تخلص بدقيقتين. اه مش من هلا. لا بدنا ننطر بس ليستوي الدجاج بقلب ال اوكي ستيو بقلب اليخنة. اوكي رح خفف النار ورح افرم الكزبرة والحبق تنحطهم بقلبها. بس قبل خليني مهضومة طبختنا اليوم. إذا بتلاحظي مهضومة وسريعة. يعني ما عم بنقي كثير روستات صعبين كوقت وكطريقة تحضير للمشاهدين يضلوا يقدروا يتابعونا بالبيت ويعملوهم. اوكي. لكن رح ناخذ كزبرة، رح نكتر لها كزبرة. هاي الكزبرة كمان رح نحط حبق، كمان رح نكتر لها حبق ورح نغطيها شي 3-4 دقايق. يمي هيك الطعمات كلهم بتكون فعلوا. الصوص والدجاج استووا مع بعضهم. كمان رح نفرمهم، مش ضروري ناعمين لأن هلا بالطبخ رح يدوبوا. هذا الحبق رشة بقدونس صغيرة. نايس. هلا رح اوكي هلا شو رح نعمل؟ رح نحركها هيك. تنزل الدجاج بقلبها. اوكي رح نقوي شوي النار ونغطيها. هلا تقريبا من هلا ورايح بدها يمكن شي 4 دقائق 5 دقائق اوكي بيستوي الدجاج. بنرجع اخر شي بندوق الملح اكيد بندوق البهار. البطاطا شو رح نعمل فيها جد؟ هلا دغري رح نعمل السلاد اللي هي كثير سريعه واكيد. أنا انت شايفه تابينات دخلك؟ مش تابينات، هيدا تروف رابي. تروف رابي. رح نفرم البطاطا كمان على السريع. هاي بطاطا مشوية. مشوية. اوكي. مشوية ومقشرة، فيها تكون مسلوقة كمان بس أطيب مشوية، بتضل محافظة على طعمة النشا اللي فيها. مشوية بقشرتها. مشوية بقشرتها ومقشرينها. هون فينا نصغرها بعد هيك. هاي السلاد لحالها طيبة خصوصا للي بحبوا التروف اكيد. هاي البطاطا انفرمت، هيدا بسنا منه. لكن هاي الجبنة شايفينها هون لك سميكة. ها أنا قصدا مسمكة، رح أحط 1 سلايس على كل شقفة على كل دجاجة هون. لكن هلا شوي صغيرة بنحركهم مضبوط تنخلط كل الأعشاب مع الصوص يكون الدجاج شهل استوى. بلاش استوى هون. لكن بطاطا رح نحطهم بالجاط. بتعرفي خلينا نجيب جاط أكبر. أنت بدك تخلطها؟ بدي أخلطها مع الصوص، بدي تبلها دغري هلا مع التريف. أوكي. حتى لو كميتهم قليلة بنحطهم بهيدا أهين بتصير خلطهم. أوكي. هلا لكن اللي رح نعمله هو بهار أسود، ملح هوني
هيدا تروف رابي بينشرها مرطبين. اوكي. بيكون دغري منقوع مع زيته، يعني في طعمة الويل دو تروف بقلبه وطعمة التروف. اوكي. رح نحط زيت زيتون عادي منقوع بالحبق. رح نرجع نحط هي كل الطعمة هلا. زيت التروف. زيت التروف، شمي. واو. شايف قد ايه كونسونتري؟ يعني هون ما رح نكتر لان بتطلع كثير الطعمة قوية. قوية كثير. بس هالقد. اوكي هاي السلاد فينا اذا بدنا نحط لها هيك ورقتين حبق تنلونها شوي لتضل صفرة. شميت التروف بس حركناهم كيف طلعت. يامي. هاي لحالها واحد في يتغداها يعني ما بدها. اكيد. نزيد لها شوية زيت زيتون، شوية دراي طالعة. يامي. لكن نحن هون الدجاج هون الدجاج طبخه بالصوص مزبوط. رح نشوف وين صار تقريبا بعد بده 3 4 دقائق هلا تحت الهواء بالبريك بيكون استوى. شو رح نعمل نحن؟ رح ناخذ ملعقه نحركه شوي تنخلط الاعشاب معه. بتجنن جد. اوكي هلا شو رح اعمل؟ بس يستوي مثل ما قلنا قبل بدقيقه بنحط على كل شقفه صدر شقفه جبنه وبنغطي. فينا الدجاج كمان نقطعه كوبات يعني فينا كوبات بصير مثل ستيو مزبوط يعني او ستريبس. بس هو حلو انه تكون عندك هيك شقفه صدر مبينه شقفه دجاجه كامله ايه. لا كتقطيع فينا نصغره اكيد تريبو هون مثل ما قلنا بعد بده دجاج دقيق ثاني يمكن او ثلاثه بيستوي. هلا تحت الهواء بكفوا استوى حلو بالتيستينج قبل التيستينج بنحط جبنه على كل شقفه دجاج وبنعمل برزنتيشن فيري نايس. لكن بعد هالبريك رح تلاقوا كاتيا ومن بعدها بنرجع على التيستينج بلكم معنا. عملتها فينا تينا. بونجور جاد. منيحة؟ ماشي الحال؟ تمام؟ كثير كنت مشغول اليوم، كثير عندي ضيوف، ما لحقت ما عرفت شيء. يعني بس بدك تذوقي. لا بدي بريف بالأول. اليوم الروسيت تبعنا دجاج طبخينه على الإيطاليان يعني بروما بيطبخوا بهالطريقة. أخذنا بصل وفليفلة طبخناهم مع بعضهم مع ثوم، رجعنا حطينا شيري توميتو وثلاث أنواع فليفلة، يعني أصفر وأحمر وأخضر. قليناهم مع بعض ورجعنا اخذنا دجاج قليناه وحطيناه بالصوص يعني سطوينا الدجاج بقلب الصوص اخذ الطعمات كلها من الصوص. حطينا زيتون حطينا صنوبر حطينا كزبره وحطينا حبق. اذا بتاخذها الكاميرا هون شو رجعنا عملنا اخر شيء بس استوى الدجاج قبل بدقيقتين ما يستوي اخذنا سلايسات موتزاريلا وحطيناهم على كل شقفه يعني ما استوى بس دابوا. واو حلو. اوكي بدك تحطها هيك يعني ما فيك تصبها هيدي. رح شيل هلا لحط بالصحن رح شيل يعني شقفه الدجاج على الطاوله. هي بتنزل بالطنجره المطبوخه فيها. حلو. وعملنا حدا سلاد بالبطاطا مع ويل دو تروف وتروف كثير طيب التروف مع هيدا. هلا رح ندوقهم سوا. خلينا نبلش. يعني انا شو رح اعمل؟ رح شيل الدجاجه مع الصوص اللي تحتها وشقفه الجبنه اللي عليها. اوكي حلوه هيك تشيلها طلعي على الغدا. رح نشيل هيك شوي لينا هاي البطاطا حدها. هاي البطاطا لحالها غدا طبعا. تروف ويلدو تروف وشو الاخضر؟ حبق بس حبق. هيك لتيناها طعمي شوي غيرنا كمان اللون. هون اخذ انا كزبره في صنوبر كمان حبق. انا حاطط بقلبها ورح ارجع احط على وجهها شوي.
رح نحط هيك شوي بقلب الصوص في مزبوط شوية أعشاب عليها لنغير لها شوي اللون الأبيض وصنوبر يلا رح أحط أنا لألي كمان لدوق معك خلاص دوقي وخبرينا جيب لك كرسي؟ ايه لازم تجيبوا له كرسي اليوم حتى هذه الطريقة كاتيا بتقدري تعملي كنترول على الدجاج ما بنشف بس المهم انه تنطبخ ودغري تنزل على الطاوله مش انه نطبخها الصبح او ناكلها الظهر لا دغري الدجاج بنشف بقلب اليخني بقلب الصوص كثير طيب كثير مهضومه كثير خفيفه حتى كثير فيها فليفرز صح لان فيها كثير اعشاب وفيها خضره حتى يعني وقتها كثير سريعه بالتحضير ما اخذت كثير معنا وقت صنوبر ايه بس بيلبق لك يعني بيلبق لك لوبات كمان مش انه يعني فيك تحطي لوز فيك تحطي اذا بدك بندق كمان بالبقله نشوف بس الصوص سوري الصوص شو فيها فيها باذنجان لا شو هيدا الاسود زيتون في زيتون بقلبها بندوره لازم تشيلي توميتو حطيتهم مثل ما هن قصيتهم بالنص وتقلوا مع القليه مع كثير مهضومه اتس ديفرنت يعني هيك بيكون واحد غير وطيبة فيها يعني كلها فليفرز بقلبها كثير طيبة فهي هي الروسيت تبعنا لليوم وألف صحة أنا بكمل على البريك بعد البريك تابعونا متابعين معكم